الدكتور سميح وقف جنب صابر المداح وبقى بيحميه من مليكة. مليكة سرقت الخاتم بتاع المداح اللي بيوقف كل الأبواب. صابر المداح انهار قدام مليكة ومش عارف يعمل ايه علشان يرجع الخاتم. النمرود هيعطي القضية لصابر المداح بس مش هتصدق مين هينقذ الموقف. فاكرين الشاب بتاع الفيوم الخبير بتاع الآثار؟ هو ده كلمة السر. أحداث غريبة وعجيبة في مسلسل صابر المداح ومفاجآت بالجملة بتحصل. مازال أحداث حلقة صابر المسلسل بتقلب السوشيال ميديا، والجديد كان في سرقة خاتم صابر المداح اللي بيستخدمه ضد كل بوابة بتتفتح. مش بس ده الغريب ولا العجيب في الحلقة، تعالوا نعرف ايه الجديد. مليكة اخدت الخاتم وراحت تهدد ام صابر، والنمرود كان عايز يضم مليكة ليه علشان ما تنتقمش من صابر. وفتحي عبد الوهاب قرر يحمي المداح علشان هو محتاجه، لان هو اللي بيعرف يفتح ابواب الجنة، وعايز يتجوز من هبة مجدي مرات صابر المداح او طليقته يعني. ودلوقتي اللوحة اتغيرت، والنمرود بيحاول يثبت عكس حقيقتها علشان يحمي نفسه من الهزيمة، وعلشان يشتت صابر، وهو عارف ان لو صابر وصل لسر اللوحة الحقيقي هتكون هي نهايته. بس يا ترى ايه سر الكفوف اللي بتظهر فيها؟ وايه اللعنة اللي موجودة بتخلي النمرود خايف ومرعوب كده؟ وايه معنى كلامه ان مفيش بوابة ليه اصلا؟ هل هو كده بيتوه صابر؟ مليكة خدت الخاتم من صابر عايزة تنتقم منه بأي شكل، وراحت لأمه علشان تهددها بيه، رغم انها عارفة انها مش امه ولا من دمه. طيب هي ليه بتعمل كده؟ علشان تضعف صابر، وهي عارفة ان هو روحه فيها. طيب ايه اللي هيحصل؟ هل هي هتموت وهيحصل لها حاجة؟ وكمان هنا لو لاحظنا مليكة مع صابر وهي معاها في الخاتم، فجأة شكلها اتغير وخافت وهربت، وده بسبب انها حست بالخطر، لان جد صابر اللي سبق ونزلت صورته هو شكل صابر بيحاول يساعده بس من غير ما يظهر، زي ما انقذه من السحر في بيت ابوه اللي كان عايز يعمله. نيجي هنا بقى لعمر، هو ليه كان مختفي لما كاسيا سألته؟ قال لها ان اخته كانت تعبانة، وفي الحقيقة هو كان بيجمع معلومات وبيجهز نفسه علشان يساعد صابر. عمر هيساعد صابر، ومش هو بس، لا هو وسامح علشان ينتقم لهبة. نيجي لعماد، انا لسه عندي رأيي ان هو بيساعد صابر ولكن بطريقة غير مباشرة، علشان لو اظهر ده قزح واعوانه هيعرفه، وبيحاول يوقع ما بين قزح ومليكة علشان قزح يخلص خالص من مليكة ويقضى عليها، وبكده يبقى ساعد صابر في ان بوابة تتقفل من قدامه. طبعا النمرود هنا برضو عاوز مليكة تسمع كلامه، ولكن هي من الجن المغرور اللي بيهمه نفسه، علشان هي بتنتقم من صابر بأي شكل، ولكن قزح مش عايز كده، هو عاوز صابر معاه لأنه محتاجه. وطبعا من الأول خالص عارفين إن سميح عايز رحاب لنفسه، بس ده مش علشان سواد عيونه، ده علشان عايز ابنها وكفه اللي فيه السر اللي بيظهر في اللوحة.